السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. يوسف بكباشي، أمين مال جمعية أمهات وآباء تلميذات وتلاميذ ثانوية الصفاء التأهيلية. نحطكم في السياق، احنا اليوم كان في إطار العملية ديال تسجيل التلميذات والتلاميذ، تسجيل الانخراط ديالهم الموسم الدراسي ديال 2016-2017. دونك في نفس النهار ولا في نفس الأسبوع اللي هو أسبوع ديال التسجيل، كنقوم مجموعة من عمليات، سواء ديال التنظيف ولا التجهيز وأمور أخرى. دونك في هذه المناسبة اللي كنحييو البلدية ديال الأيتام على المجهودات اللي كتقوم بها، كنحييو كذلك جميع الأطر التربوية والإدارية من المؤسسة، مؤسسة الصفاء لثانوية الصفاء التأهيلية، وبالنيابة على جميع أعضاء الجمعية. كنحييكم كاملين، كنحيي جميع التلميذات والتلاميذ، وكنتمنى لهم موسم دراسي حافل بالنجاح وبالتفوق وبالتميز إن شاء الله تعالى. شكرا.